تعالوا بقى النهارده اقول لكم انا استخدمت نقط الحرق في ايه. احنا عاملين سلطه النهارده، حاجه خفيفه كده نبدا بيها الاسبوع، وللناس النباتيين اللي زي حالاتي مكوناتها كلها صحيه، فيها فوائد كتيره جدا، طبعا سعرات قليله جدا جدا، وهنخس معاها كمان. هي سلطه ركه، مفيش اي حاجه. جرجير عشان الناس بس تبقى مركزه، جرجير علشان الناس اللي مش بتحب طعمه احنا هنحطه لهم دلوقتي وهنوريكم طعمه هيبقى حلو ازاي. رمان يا جماعه، الحديد، الحديد وفلافونويد ومضادات اكسده، واليومين دول الرمان يجنن. عين جمل، عين جمل عشان التركيز والاوميجا 3، العين جمل مهمه جدا جدا. والزبيب او اي حاجه عندي زي المشمشيه، القراصيه، الزبيب، الفواكه المجففه دي كلها مضادات اكسده. والدريسنج بتاعي ده بقى، وهو التركه اللي انا حاطه فيها نقط الحرق. تعالوا ناخد تليفون واحنا شغالين بنرص السلطه كده مع بعض، عشان دي انا هاكلها، عشان كل مره اقول لكم انا نباتيه وبحب الحاجات دي. الو الو هاجر، صباح الفل. صباح النور. ايوه جميل، معاكي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ تمام تمام، زي الفل زي الفل. قولي لي بتكلمينا منين؟ بكلم حضرتك من المنوفيه. من المنوفيه، تمام. قولي لي بقى هاجر، احنا عندنا مشكله ايه بقى؟ بصوا بصوا الرمان. هو انا مش بتكلم بمشكلتي انا، انا عندي ابني. ايوه. عنده 15 سنه. بس هو تخين شويه، عنده وزنه 90 كيلو. تمام. احنا عندنا تليفونات النهارده كتير قوي بخصوص الولاد، وشكاوى كتيره جدا جدا، وعايزه اقول ان انتوا السبب يا امهات، انتوا السبب، علشان انتوا بتريحوا دماغكم في المدرسه. بيتريقوا عليه. شوفي ده كام تليفون النهارده اصحابه بيتريقوا عليه، وكل ده أيوة. ماما السبب، كل ده ماما السبب. الولد نفسيته وحشه جدا. طب الولد نفسيته وحشه جدا، انت بقى ده دور الام، ده دور الام يا جماعه. بصوا بقى كده هقول لك بقى تعملي ايه. اولا يا هاجر بقى ركزي معايا، طبعا احنا عندنا كورسات خاصه لسن الولاد ده كتير جدا جدا، يعني في كورسات هتلاقيها معانا، كورسات مع لينكاب مناسبه جدا للسن ده. بس دورك 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 مهم قوي قوي قوي، دورك ان انت تعملي له الاكل الصحي، دورك في البدائل الصحيه، دورك ان انت تخليه ما ياكلش اكل من بره. هو بيحب الاكل الشارع اللي هو بتاع الشارع. ما احنا حبيبتي بنعمل اكل الشارع ده في البيت خلاص، احنا بنعمل. بصي بقى، بصي لما نعمل كده مثلا اي نوع اكل عندي واقوم حاطه له على الدريسنج بتاعه نقط الحرق، عارفين نقط الحرق دي؟ خل تفاح اهي، دي هتعمل ايه؟ هتزود له الحرق جدا. طيب عندي في كورس لينكاب، اسمعي بقى مني يا هاجر عشان اقول لك هتعملي ايه. بصوا كده، عندي في كورس لينكاب كمان الكبسولات الذكيه. بصوا ادي السلطه بتاعتنا، اتفرجوا عليها مع الدريسنج اللي انا حاطه فيه نقط الحرق علشان خاطر نضحك عليكم طبعا وتخسوا اهي، وفيها كل حاجه، وفيها اوميجا 3 عشان الزبيب وعلشان عين الجمل، وفيها حديد عشان الرومان وفلافونويد ومضادات اكسده، والجرجير بقى وفوائده الكتير. بصي بقى يا ست هاجر، اول حاجه لازم حضرتك تعملي له الاكل الصحي في البيت، بدايله اللي نفسه فيه تعمليه له في البيت. تاكليه ياخد الكبسوله الذكيه علشان تملى معدته، علشان ما ياكلش بره، ويشرب ميه كتير فما يحسش انه جعان بره، فالمغريات بقى والاكل اللي بره والكلام ده مش هيقدر ان هو ياكل كتير، هو اوريدي شبعان. ياخد فيتامين د مهم قوي في سنه، ياخد اوميجا 3 مهم قوي قوي في سنه، هتزود له التركيز وهتقلل له الوزن، وهتمنع تاثر بقى الدهون اللي هي تبقى متركزه على الكبد الدهني، تعمل كبد دهني وتعمل مشاكل في القلب، والحاجات دي بتظهر في السن الصغير. ياخد يعني هو هينزل من 90 كيلو يا دكتور؟ هينزل بفضل الله طبعا، عشان كده بقول لك تابعي معانا، تابعي معانا عشان بس وقت البرنامج، والفريق الطبي معاكي هيديكي كورس لينكاب المناسب لسنه، وزنه هيقل، وان شاء الله تبقي من اول 100 متصل وتاخدي خصم 50%. هياخد الكبسوله بتاعت سد الشهيه، الكبسوله الذكيه اللي انا دايما بقول، هياخد فيتامين د، هياخد نقط الحرق، تمام، هياخد القهوه الخضراء، هياخد المورينجا، كل الكلام ده طبعا هيوصلوا لحد البيت مع متابعه الفريق الطبي مجانا، وهيوصلوا برضو الكلام ده مع خصم 50% لو انت من اول 100 متصل، غير الهدايا اللي انا قلتها من اول الحلقه. وبعده بقى، او مش بعده، معاه حضرتك تظبطي له حياته، تظبطي له اكله، تقولي له ان انا عايزاك تخس عشان صحتك، مش عشان شكلك واصحابك والحاجات الرخمه اللي موجوده. ويا ريت كل اب وام يعلموا ولادهم بلاش قصه التنمر دي، يعلموا ولادهم ان ده غلط، يعني بجد انت لو ليكي علاقه او لينك باهاليهم قولي لهم مفيش داعي علشان خاطر الولد بيتضايق، لكن انت تعرفيه انك هتخسي يا حبيبي علشان خاطر صحتك تبقى افضل. مع الكلام ده كله بفضل الله في اول شهر هتلاقيه خسر مش اقل من 8 ل 10 كيلو،
هيبدا يتحفز ويتشجع ويبقى يتبسط ويكمل معانا باذن الله. فما تقلقيش معانا خالص خالص، لا هتلاقيه خس اكتر كمان، ما تقلقيش معانا. وزي ما بقول هو دوت يا دكتور طعمه حلو، الدواء ده طعمه حلو ما تقلقيش. بعدين هو صغير ده عنده 15 سنه، طيب عايزين كل حاجه سهله كده، واهم من ده كله مسجل ومرخص من وزاره الصحه، فما تقلقيش خالص. يعني انا مش عايزاكي تبقي قلقانه خالص من القصه دي، وهو زي ما بقول هو كبير. لا انا مطمنه مع حضرتك، يعني في كذا حد قبل كده رشح لي حضرتك. الحمد لله الحمد لله. كلمتك. طيب اهم حاجه انت بقى دورك ما تنسيهوش، مش تعملي الكلام ده وتبوظيه بالاكل، لا ظبطي كله مع بعض. اعمل له اكل صحي. حلو، انا عايزاكي بقى تكلمينا في خلال اسبوعين من دلوقتي وتقولي لي خس قد ايه. تمام كده، وعد كده. خلاص تمام اوكي، اتصلي بقى دلوقتي بسرعه بالفريق الطبي واطلبي الكورس عشان تاخدي خصم 50%. ماشي يا دكتور. ماشي ماشي حبيبتي. اوكي يا حبيبتي نورتينا. تعالوا بقى ناخد اسئله الفيسبوك عشان نرضي كل الناس، ما احنا مش هناخد تليفونات واتساب بس. فتعالوا بقى نبدا ناخد مع بعض اسئله الفيسبوك، وعندنا اول سؤال من نرمين. نرمين بقى بتقول ايه؟ انا عايزه نظام غذائي للتخسيس السريع. شوفوا احنا عايزين كل حاجه بسرعه من غير ما صحتي تتاثر، عشان خطوبتي في نص السنه، وزني 88 وطولي 162 وعندي 27 سنه. ان شاء الله انا هبقى ساحره قريب، يعني انا ناويه ان انا ابقى ساحره قريب. ماشي. التخسيس السريع، هو انت زدتي سريع؟ ما انت برضو زدتي يعني بالتدريج، بس هتخسي معانا، انا مش عايزه اعقدك، يعني هتخسي معانا ان شاء الله. بس يا جماعه قبل ما اقول انا عايزه نظام للتخسيس السريع، الحمد لله انها وقعت معانا، والحمد لله انها بعتت لنا علشان نديها نظام صح، لانها ممكن تروح لحد تاني يديها ادويه غلط، وهي دي الفكره. تخس بس صحتها هتتدمر. لا، الميزه هنا عندنا ان هي هتخس صح زي ما بقول وبقول من اول الحلقه، والكيلوات الزياده دي نرمين ان شاء الله ال 88 كيلو دول في اول شهر هتخسي من 8 ل 10 كيلو، وممكن اكتر لو التزمتي بكورس لينكاب اللي انت هتاخديه والنظام الغذائي كمان اللي انت هتاخديه، فهتبداي ان انت تقلي من 8 ل 10 كيلو وتكملي معانا. وده المهم، انا عايزه اكد كل مره على الاستمراريه، ان انتوا تكملوا معانا. لما بتكملوا معانا وزنكم بيقل بصوره صحيه، بتوصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها والهدف اللي انتوا عايزينه. فكملي معانا، ويا ريت تاخدي كورسين عشان تكملي وتاخدي التالت مجانا، تاخدي كورسين من لينك اب يا نرمين. تعالوا ناخد تاني سؤال. ام ندى، ام ندى يعني نفس الاسئله اللي عماله تجي لنا عن الولاد الصغيرين يا جماعه، بجد حاجه تقلق جدا النهارده. بس هنا بنتها معديه برده 80 كيلو، وسمعت حضرتك بتتكلمي عن تكيسات المبايض وعلاقتها بالوزن، وفي طريقه عشان اخليها تخس. طبعا تكيسات المبايض زي ما بقول كل مره وهشرحها مره تانية، بقت بتظهر بنسبه كبيره جدا في البنات في السن الصغير. حضرتك كأم بنت هتلاقي البنت وزنها زياده عن الطبيعي، البنت عندها شعر في جسمها متوزع في أماكن زي جسم الرجالة، دقنها، صدرها، الكتاف، بس شعر مش خفيف، شعر أسود كثيف زي شعر الرجالة بالظبط، في الوش متركز، هتلاقي زي حب الشباب لكن في صورة دمامل، هتلاقي ممكن الدورة مش منتظمة. كل الكلام ده بيبقى معناه إن أنا عندي، لما بتروحي بقى لدكتور النساء، أنا عايزة الأم اللي تلاقي الحاجات دي على بنتها تروح لدكتور النساء، هيقول لها طبعا لازم تخس من 10 ل 15% من توتال وزنها، وطبعا غير العلاج الدوائي. هتخسي معانا، هتخسي طبعا بإذن الله، بس لازم تخسي، لأن تكيسات المبايض من الحاجات الخطيرة طبعا على البنات، واللي بتأثر في الخصوبة على الخصوبة. الحلقة النهاردة فيها كتير قوي ولاد صغيرين وبنات صغيرين، وده دور الأهالي. يعني تكيسات المبايض دي ممكن تبقى كيس مش بإيدها، لكن التخن بإيدها، يعني التخن ان هي سايبه بنتها تتخن بايدها. بعيد عن الاسباب المرضيه، انا شايفه ان اللي بيتخن ويقدر يتحكم في زياده وزنه بايده ده بيبقى بيظلم نفسه. يعني بعيد عن اي سبب مرضي، في اسباب مرضيه، في ناس بتبقى تعبانه بتاخد علاج بيزود وزنها، في اي هرمونات، حاجات جيناتك، حاجات وراثيه، دي ما بقدرش اتكلم فيها. لكن ان انا زهقانه فباكل، تعبانه فباكل، متغاظه فباكل، اي حاجه باكل، لا. تعالوا بقى عندنا كده ومع لينك كاب ان شاء الله هنفرفشكم، عشان هتاخدوا فيتامين د، فده هيغير لكم المود الغامق اللي انتوا فيه. هتاخدوا كبسوله سد الشهيه، فمش هتقعدوا تاكلوا عمال على بطال. هتاخدوا المورينجا والقهوه الخضراء، فهيظبطوا لكم برده المود، وهيشيلوا كل الدهون المتكتله والميه واحتباس السوائل، فمعانا هتخسوا ان شاء الله، وكمان هنظبط لكم المود، وكمان هتبقوا احسن، وكمان هتاخدوا خصومات 50% النهارده اول يوم متصل، غير الهدايا اللي هتوصلكم لحد البيت مجانا مع الكورس ومتابعه الفريق الطبي. قبل ما نختم بس عايزاكم ان انتم تصوروا ارقام الفريق الطبي اللي موجوده معاكم على الشاشه، كلمونا واتساب او لينك صفحه الفيسبوك اللي موجود قدامكم. تعالوا ناخد سلوى. الو الو، مساء الخير. مساء الجمال سلوى، ازي حضرتك يا دكتوره؟ تمام حبيبي، زي الفل، بخير، كويسه. قولي لي دكتوره، انا كان عندي مشكله. ان شاء الله ما فيش مشاكل، قولي احنا معاكي. هو انا بعد الجواز والولاده
وزني زاد قوي وخصوصا بطني، يعني بقيت كانت مترهله قوي وشكلها مش حلو. والده بقالك قد ايه؟ والده بقالك قد ايه؟ هو انا متجوزه بقالي 4 سنين. تمام. بقالي داخله في سنه اهو. طب حلو تمام، يعني البيبي مش معتمد على الرضاعه. لا. طيب تمام اوكي كويس جدا. طب انت المشكله في الولاده، اثار الولاده، ولا انت بتاكلي بقى وجو انت بترضعي فتاكلي الاثنين، وكنت حامل بتاكلي الاثنين والحجج اللي احنا بنعملها دي؟ لا لا، هو انا المشكله من الولاده، وحتى بعد الولاده يعني بدات اكل كتير. بداتي تاكلي كتير بعد الولاده؟ اه. طب بصي بصي بقى، زاد قوي. اه بصي هقول لك على حاجه عشان ما تضايقيش نفسك، دي حاجات طبيعيه، كلنا في الحمل بنتخن جدا وكلنا بعد الولاده بنتخن جدا، فده امر طبيعي، وبعد كده بنرجع نخس مره تانية. فاهم حاجه بس ان انت تعملي كنترول لنفسك، بان انت انا باكل كتير، طب انا عايزه حاجه تقفل شهيتي شويه، وده معانا في كورس لينكاب، انك بس ركزي بقى في اللي انا بقوله عشان تطلبيه من الفريق الطبي، ان انت تاخدي كبسولات سد الشهيه، هي دي من الفريق الطبي عشان تملالك المعده، وزي ما بقول الياف، تقعدي تشربي ميه تملى المعده بصوره صحيه زي بالون المعده، وتقدري ان انت تملى معدتك فما تاكليش كتير، وتاخدي نقط الحرق مع المورينجا والقهوه الخضراء وفيتامين د، هتبقي زي الفل. انا عماله اعالج كل حاجه النهارده، كل الناس اللي اتصلوا صغيرين وكبار وحوامل ومرضعات، كل ده طبعا بفضل الله ومع مساعده الفريق الطبي اللي موجود معانا لبرنامج عيش حياتك. النهارده كانت حلقه دسمه قوي من حلقات التحدي مع كورس لينكاب، تابعونا في حلقات جديده وعيش حياتك وازاي نعيشها صح، وهنخس من غير حرمان.